احياء للحضور، يعني الحضور المتميز الكبير اللي كاين في اساتذه اللي عشت امامهم، لا في الدراسه ولا في السياسه ولا في كل شيء. وتحيه للحضور والمنتخبين ديال المجلس ديال مقاطعه سيدي اسماعيلي، تنحييهم في هذا اليوم هذا بكل اعتزاز. الرابطة المراكشية للثقافة والمرور الشعبي في شخص رئيستها الأستاذة أمينة، اللي تنبغيكم تحيوها كلكم معايا تحية للأستاذة أمينة، يعني نيابة عن الرابطة. وتذكرني الأستاذة أمينة بواحد العدد ديال اللقاءات وتكريمات على مستوى التعليم، على مستوى لقاءات أدبية وفنية اللي حضرتهم وأنا شاب وحضرتهم وأنا أمارس السياسة. وأول مهرجان اللي كان في سيدي اسماعيلي والفائدة الساكنة سيدي اسماعيلي واللي كانت قامت به الأستاذة أمينة وفي التسعينيات، ولا زالت مخلصة لهذه المنطقة التي يشرفني أن أمثلها. واليوم اسم الدورة ماشي الاسم ديالي الشخصي، هذا اسم لساكنة سيدي اسماعيلي ولمقاطعة سيدي اسماعيلي في شخص رئيسها. وأهدي هذا الاسم هذا لسيدي اسماعيلي ولساكنة سيدي اسماعيلي ديال هذه الدورة، اللي تتبقى هذه الدورة ماشي فقط غير من الناحية الثقافية فقط، أو لا من ناحية ديال المرور الشعبي ديال تقديرت. المرور الشعبي اليوم تجلى أمامنا في كل حركة، بالحضور الأدباء بالشعراء، وعلى رأسهم الأستاذ مولاي إسماعيل زويرق شاعر رسول الله عليه وسلم، اللي شرف يحضر معنا اليوم. هذا شرف كبير لنا أنه كان بيننا، ويتجلى كذلك لا في الطرب ديال الملحون، لأنه غناء ثقافي وغناء يعني مولود شعبي حقيقي ديال بلادنا ديال المملكة المغربية. ويتجلى كذلك حتى في الحلوى، حتى هذيك الحلوى المغربية قديمة، ماشي تقدير فقط، تقدير كاسم الحلوى فيها المورود الشعبي ديالنا، وحتى اللي تعمرت الله يجازيه بخير. هاد تقديرت اللي تتبقى عندنا فيها واحد العلاقة كبيرة في الصبايا ديالنا، وللأسف ما بقاش هاد المورود كاين، وكانت فيه تربية وكان فيه إحياء ديال الجرى والعلاقة بين الجرى، وكنا تنجمعو حنا صغار في القاع ديال الدرب مع الوليدات ديال الحومة، وكل واحد يجيب الحيمة ويدير طويجين صغيور. الطريقة اختصرت هنا، كل واحد جاب اللحمة ديالو، نتمنى بعدا كلشي يكونوا ولاد العام ما يكونش داكشي مخلط ولا فيه ديال الصبليون حتى هو يكون داكشي. ولكن كانت عندها واحد الأبعاد، أبعاد كبيرة ديال التربية ديال الثقافة ديال المورود. تنشكر الرابط على الإحياء هذا المورود، وباسم المجلس أحييهم وتنشكرهم على هذه المبادرة اللي تنظموها داخل المقاطعة مع مبادرة أخرى. وراه حتى الطلب اللي بتقول لنا الأستاذة أمينة في الآخر راه هو مقبول وبغيناه، وشرف لينا، شرف لينا كمجلس وكمقاطعة نشتغلوا مع الرابطة. كذلك حنا في المقاطعة سيدي اسماعيلي تيكون عندنا واحد البرنامج ثقافي واجتماعي سنوي، اللي تيغلب عليه الجانب الاجتماعي بحكم الظروف ديال المقاطعة وديال سكينة المقاطعة، اللي فيه واحد العدد ديال 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 الأمور اللي هي اجتماعية محضة. ولكن الدور ديال المقاطعة راه هو هذا، من غير التدبير المحلي راه كذلك التنشيط الثقافي والاجتماعي، وهذا دورنا كمنتخبين. وهذا الشيء اليوم ما يزيد إلا يحفزنا على العمل، على العمل بجد في هذه السنوات المتبقية لهذا المجلس إن شاء الله. وتنعود نشكركم باسم ساكنة المقاطعة وباسم المجلس المقاطعة، وشكرا جزيلا للحضور. وما ننساش الجهاز الإعلامي اللي كان متواجد معنا اليوم بكثرة، تنشكروا الصحفيين الإخوان اللي بقوا معنا منذ البداية الآن، وتنشكروا جميع المنظمين
وهذا الشيء بعدا نقول لكم واحد السر، انا والله ما في خباري لا اسم الدوره ولا والو. هذاك السي خطب الله يهديه عيط ليا قال لي واش كاين انت نهار الحد، قلت ليه لا، قال لي غنديروا نهار الاثنين، تلقيت سميت الدوره ولقيت التصويره ديالي وشكرا لكم لا قالوا الجن راه الجن اخا عزيز علينا، وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.